أقدم الناقلون الخواص لحافلات النقل لبعض ولايات الشرق على الدخول في احتجاج لإعادة فتح المحطة الغربية بقسنطينة وتحويلهم من محطة بالما التي لا تتوفر على أدنى شروط العمل، وهم يطالبون السلطات العليا في البلاد للتدخل إنصافهم. الرئيس تبون، وزير الداخلية، وزير النقل، رئيس الحكومة، سلطات ولاية قسنطينة، افتحوا لنا المحطة بارك الله فيكم. 1200 عائلة راهم شردونا ليه، العصابة راهي قضات علينا هنا بارك الله فيكم. كذبوا علينا، قالوا لنا راح نديروا ترميم لهذ المحطة تاع بوصوف الداونة، المحطة تاع بالما جنان الزيتون تمثلها ريفية مش ريفية، شبه الريفية، قاعدين نعاني وإحنا المواطنين. يرجعونا للمحطة تاع بوصوف، لماذا؟ لأن محطة هذه تاع بالما هذه ما سميوهاش محطة، ما عندهاش المواصفات تاع محطة، راهي كل اللي راك في الحصيدة هكذاك. محطة مغلقة منذ أكثر من سنين، ومحلات مهجورة، وقارورات خمر متناثرة في عين المكان، مع وجود نفايات وأوساخ متراكمة. نطلبوا من الوالي طالب رسمي يستقبلنا في أقرب وقت ممكن. رانا عندنا عامين وحنا نكتبوا في الوالي السابق هاو ما دار والو. وبالمناسبه انا نحيي ناس مستغانم، نقول لهم بارك الله فيكم، فهمتوا الميساج، حنا عامين وحنا نحاولوا فيه ما شفناش. يفتح المحطه قال لك للترميم، وينو الترميم؟ قال لك المنفعه العامه، وين المنفعه العامه؟ مدوها لمسيو اكس ومتفاهمين. والولايه البلديه تاعنا ما عندها حتى سلطه، راهو يخاف من شاف دايره. راهي محطه اللي كيريبون او نورم انترناسيونال، ماهيش تروطوار. والتجار اللي دايرين ديك بكل هما ربوب عائلات، وعندهم في جرتهم خدامين اخرين ثاني ربوب عائلات اخرين، راهم ضاعوا هاد الناس الكل. فإلى متى مثل هذه المرافق تبقى تعاني التهميش؟ والتجار والناقلون يدفعون ثمن سياسة البريكولاج.